تبلور وعي جديد مرتبط بالطبقة الوسطى الجديدة، وهذا الوعي يقوم على فكرة التطبيع الاجتماعي، يعني التطبيع شرعنة التراتبيات الاجتماعية، التفاوت الاجتماعي، تركيز على التميز، امتلاك رأس المال الثقافي والتعليمي وما إلى ذلك. فبالتالي أنا كنت بتحدث عن تبلور وعي طبقة وسطى ومتخيل اجتماعي جديد. مؤتمر هام لأنه يناقش اتفاق أوسلو بعد مرور 20 عاما على توقيعه، ويشخص يعني الأسباب التي أدت إلى توقيعه والنتائج المترتبة عليه، وهل أدى إلى تحسين الموقف والوضع الفلسطيني، هل اقتربنا من إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية، أم وصلنا إلى نقطة أبعد مما كنا عليه في السابق. وبالتالي النقطة الأهم هي ما هي الخطة التي يجب أن يعتمدها الفلسطينيون من أجل تجاوز الواقع الذي أفرزه أوسلو.